طيب الى الاثنين فلاديمير والمعيوف، اذا تألق فلاديمير اخذوا الكاس؟ مش تألق فلاديمير ياخذ الكاس اكيد. فاز على شوف فاز على الاهل من الاتحاد وفاز على الهلال، هو اللي وصل للمرحله دي. لانه دائما تألق الحارس وخط الدفاع في مثل هذه المباريات مهم جدا وممكن فعلا يعمل فارق كبير. ولكن 91 تصدي، تصدي كبير يعني، ورقم جدا جدا مميز في الـ في الـ يمكن لان الفيحة يعتمد على يعني دائما يدافع وهذا ولكن في الجانب طيب الاخر. انا بسالك من جانب ثاني يعني. انت لعبت في الهلال، ها لما تكون حارس مثل المعيوف ما تجي لك في بعض المباريات الا كل ربع ساعه كل ثلث ساعه فرصه، ايش وضعك؟ تراها اصعب، هذه المساله بينا. اصعب من انك تواجه الخصم دائما وتكون حاضر. صح. لان مثل هذه المباريات انك تصادف هجمه واحده طوال المباراه يريد لك تركيز جدا. صارت لك انت؟ اي صارت لي نايم لان فعلا متعبه لانك تبعدك بعض الاحيان عن جو المباراة.